مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل عمدة مدينة مارسيليا السيد بنوا بايان. وزير الخارجية يحل بمسقط حاملا رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. إشادة بجهود الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية منذ انضمامها لمجلس الأمن خلال أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بالمنامة. تثمين للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومناخ الأعمال بالجزائر خلال عرض لدراسة تحلل استطلاعات آراء رواد الأعمال. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عمدة مدينة مارسيليا السيد بنوا بايان. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. عمدة مدينة مارسيليا السيد بنوا بايان كشف أنه تطرق مع السيد الرئيس إلى عدد من القضايا المستجدة على الساحة الإقليمية والدولية. إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أحظى بدعوة لزيارة الجزائر والعاصمة. اللقاء كان حارا مع السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الذي يؤمن بالمستقبل. الرئيس الجزائري رجل فخور، كما تم التطرق مع السيد الرئيس للوضع في العالم. تطرقنا إلى المستجدات والتطورات الحاصلة في العالم. تطرقنا أيضا لهذه الزيارة التي تقودنا إلى الجزائر والتي تعد بالنسبة لنا جد مهمة. لقد قررت أن تكون هذه الزيارة إلى الجزائر الوجهة الأولى خلال عهدتي. التقينا مع الشباب الجزائري، شباب يرفع التحدي، شباب ناجح، شباب مبدع. لقد تعلمنا معهم الكثير. لقد تعرفنا على أشخاص مميزين، أشخاص يحبون وطنهم ويؤمنون بالتطور الاقتصادي للجزائر. Et puis c'est aussi pour le Marseillais que je suis, pour le Français que je suis, une chance que de promouvoir. بالنسبة لي كمواطن من مارسيليا وكفرنسي، تعد هذه الزيارة فرصة لحث أرباب الأعمال للتقارب أكثر. من خلال هذا اللقاء نلمس أن السيد الرئيس هو شخص ملم بالتاريخ وتفاصيله. السيد الرئيس يحمل رؤية رائعة لمستقبل بلده. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بعاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط حاملا رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. وتندرج هذه الزيارة في إطار تواصل وتنسيق بين قائدي البلدين تجسيدا لما يحدهما من إرادة مشتركة وطموح متبادل لإضفاء حركية جديدة على علاقات الأخوة بين الجزائر وسلطنة عمان، وما يجمع بينهما من رصيد تاريخي متميز ومن روابط تفاهم وتعاون سمتها التوافق السياسي البناء والشراكة الاقتصادية النافعة.
وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة البحرينية المنامة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية 33، وتركزت هذه الاجتماعات حول متابعة تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها خلال القمة السابقة المنعقدة بجدة، وكذا التداول بشأن أهم المواضيع المقترح إدراجها على جدول أعمال قمة المنامة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع المتعلقة بالأمن القومي العربي في مختلف أبعاده. وفي هذا الإطار تمت الإشادة بصفة خاصة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن نصرة للقضية الفلسطينية، لا سيما دورها في الدفع بالأولويات الاستعجالية التي تفرضها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وكذا مساعيها الرامية لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. في تعاون طاقوي استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل، الذي أثنى على نجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة المنعقدة بالجزائر، مشيدا بما تضمنه إعلان الجزائر. اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدول المنتدى في مجال البحث العلمي والتكنولوجية من خلال معهد البحث في الغاز، حيث تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل متخصص لوضع الأطر التنظيمية والقانونية ومخطط عمل تطبيق برامج التكوين على مستوى المعهد. نظم أمس مجلس التجديد الاقتصادي ملتقى لعرض الطبعة الأولى الخاصة بالدراسة العالمية لصبر آراء رواد ورجال الأعمال حول مناخ الأعمال بالجزائر، الأهداف، الاتجاهات والتحديات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى بيانات مستقاة على مستوى رؤساء شركات كبرى وطنية ودولية بالجزائر ومن خارجها. إلهام عشير. في الطبعة الجزائرية الأولى للدراسة سيو سيرفي التي أنجزتها الهيئة الاستشارية الدولية PwC، نقف عند توقعات وتوجهات رواد ورجال الأعمال، حيث تؤشر النتائج إلى فترة واعدة للاقتصاد الوطني. وقد كشفت النتائج المحصل عليها أن مسيري المؤسسات في الجزائر واثقون من آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. نغوص في تفاصيل هذا الاستطلاع لنستخلص الأبعاد الحقيقية لتوقعات رواد الأعمال، ليأتي العنوان العريض للدراسة تحولات عملياتية ومؤشرات اقتصادية إيجابية. صناعة المعادن في الجزائر قطعت أشواطا كبيرة. اليوم الجزائر تعتبر من أكبر المنتجين للمعادن، لتنتقل من وضعية الاستيراد إلى أكبر المصدرين بنوعية عالية. Pour un produit de qualité. C'est une évidence que Monsieur le Président. نشيد برعاية رئيس الجمهورية وحرصه على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين بتحسين مناخ الأعمال والامتيازات المقدمة. من جهة أخرى، يكشف المسح عن الإمكانيات التي تتمتع بها الشركات الجزائرية ب50% من الشركات التي شملها الاستطلاع لديها أكثر من 500 موظف، و16% منها تسجل مبيعات سنوية تفوق 100 مليون دولار. اليوم يوم مهم، مهم في الاقتصاد الجزائري، لأن اليوم شفنا لأنه مؤشرات إعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين هما مؤشرات يعني في الأخضر، ونجم نقول لكم يعني من أعلى المؤشرات
اللي اندارت يعني بارابار توت لا ريجيون. بما انه المقتضيات يعني اليوم تتحدث على تصدير الطاقة الخضراء، وبالتالي اليوم راح صنع الغاز عن طريق يعني الخط البحري اللي ان شاء الله نقوم بانجازه في السنوات القادمة، راح تكون مصدر للطاقة الخضراء بامتياز. مجمع سونارام قد بدأ في تحقيق الاستثمارات لتمويل هذه الشعبة بالمواد الأولية. الاستطلاع يبرز الثقة التي بات يلمسها المسيرون الجزائريون في قدرة شركاتهم على تحقيق النمو خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث أن 87% منهم متفائلون بمستقبل الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر. أشاف السيد اللواء سويد محمد البشير المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطنية على مراسم افتتاح أشغال الملتقى الوطني بعنوان التكفل الطبي بجريح الحرب من العش الطبي إلى إعادة الإدماج الاجتماعي المهني أمس على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، بحضور الوزارة وعمداء وإطارات من وزارة الدفاع الوطني. نجوى جدي. هذا الملتقى يهدف إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمختلف جوانب التكفل بجرح الحرب من ميدان العمليات حتى إعادة إدماجهم بغية تحسين ظروف حياتهم الاجتماعية والمهنية، وذلك بإبراز دور مختلف مصالح الصحة العسكرية في مرافقة جرحى الحرب حتى إعادة إدماجهم لتحسين التنسيق متعدد التخصصات من أجل رعاية أفضل، والتركيز على برامج إعادة التأهيل الرامية لاستعادة وتعزيز الاستقلالية الوظيفية للجرحى، مع تسليط الضوء على آخر التطورات التي يعرفها هذا المجال. هذا وقد أكد اللواء مدير مصالح الصحة العسكرية في كلمته على أهمية موضوع هذا الملتقى في تعزيز جاهزية وحدات وتشكيلات الصحة العسكرية في الجانب العملياتي، الأمر الذي يندرج ضمن جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لضمان السبل المثلى للتكفل بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي الجرحى. إن تنوع التهديدات والتحديات التي تواجهها بلدنا تفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية العملياتية والمتابعة المستمرة لتطوير الأوضاع الأمنية لتحضير وحدات وتشكيلات الصحة العسكرية بكل الصرامة الواجبة ومضاعفة التمارين والملتقيات من أجل رفع مستوى إطاراتنا، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي شهدته فنون الحرب الحديثة. وقد وقع اختيارنا على موضوع الملتقى بقية المساهمة في الجهود المبذولة من طرف القيادة العليا الرامية إلى تحسين لظروف المهنية والتكفل الطبي في حالة النزاعات لمستخدم الجيش الوطني الشعبي قصد القيام بمهامهم النبيلة. الملتقى عرف إلقاء العديد من محاضرات نشطها إطارات مختصون من مصالح الصحة العسكرية تابعين لوحدات قوام المعركة وللهيئات الاستشفائية العسكرية، تمحورت حول مختلف جوانب التكفل الطبي بجريح الحرب، وتخللتها نقاشات من طرف المختصين أثرت موضوع الملتقى. شكل موضوع التكامل بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية الموجودة في السوق والمؤسسات الناشئة في مجال النقل وتبادل الخبرات محور الطبعة الأولى لمنتدى الخبراء في الابتكار، الاستدامة، الذكاء والخدمات اللوجستية بحضور وزير النقل ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المتابعة لوداد زاتو. هنا تجمع خبراء متمرسون في قطاع النقل بأنماطه الثلاث مع مؤسسات ناشئة واعدة في المجال ومواهب شابة في مجال التكنولوجيا، على غرار هذه المؤسسة الناشئة التي ابتكرت جهاز إصدار التذاكر الإلكترونية. درنا اختراع في سمارت تشيك آي دي، وين حققنا تذكرة نستعملها في الترامواي، نقدر نستعملها في المترو، ولا نقدر نستعملها في تيليفيريك مثال.
هذه التذكيرات قد تكون مدة 24 ساعة، مدة أسبوع، مدة شهر، على حسب البيع تاعها. الشركة الوطنية سوغرال التي تتولى استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر بدورها أنشأت تطبيق محطتي. هذا التطبيق الذي يسمح بالاطلاع على الرحلات آنيا، تطور المشروع إلى إمكانية الحجز عبر مختلف البطاقات البريدية والبنكية. هي نماذج لابتكارات ومشاريع أخرى تم عرضها خلال الطبعة الأولى لمنتدى الابتكار والاستدامة والذكاء. سيترام اللي هي الشركة المسؤولة عن استغلال وصيانة خطوط الترامواي بالجزائر، اتخافر هذا لو سيت ويب دونك يقدر ينشئ فضاء الخاص، بهذاك الفضاء الخاص يقدر يشري ولا يعبئ لابونمون تاعو. هي جهود تصب ضمن المقاربة الاقتصادية الجديدة القائمة على المؤسسة الناشئة. أفاد بيان لمجلس قضاء الجلفة أنه بتاريخ 12 من هذا الشهر في حدود الساعة 8 مساء تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجديد دائرة الشارف شكوى المدعو باء لام ضد شخص مجهول على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن شقيق الشاكي المدعو باء عين المفقود منذ قرابة 30 سنة متواجد في منزل جارهم المدعو عين با ببلدية الجديد داخل زريبة أغنام. إثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور، وفعلا تم العثور على الشخص المفقود المدعو بعين وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة، كما أمرت النيابة العامة المصالح المختصة بالتكفل الطبي والصحي بالضحية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة فور انتهاء التحقيق، وسيتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية. دوليا وفي فلسطين المحتلة استشهد 42 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة غارات وقصف مكثف للاحتلال على المناطق وسط وشمال القطاع في وقت يشد فيه الفلسطينيون الرحال مكرهين من مدينة رفح نحو خان يونس المدمرة، رحلة بحث عن بصيص حياة وسط الموت والخراب. في هذه المراسلة من غزة لوسام أبو زيد. نحن الآن في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهي المدينة التي نزح إليها آلاف الفلسطينيين بعد أن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي النزوح القسري من رفح إلى هذه المدينة ومناطقها الغربية. هذه المدينة التي دمرها جيش الاحتلال عن بكرة أبيها ولا توجد فيها أي شيء قابل للحياة. يعني نزحنا من غرب خان يونس على البحر على الأوروبي ورجعنا على مكاننا. اليوم يعني جايين من المعسكر الغربي من فوق لمستشفى ناصر عشان نعبي مية حلوة أو مالحة. الأطفال الفلسطينيون، العائلات الفلسطينية كلها تبحث لمسافات طويلة، تبحث بين أطلال الركام عن مصادر للمياه أو يعني أوعية لجمع المياه فيها، ومحاولة الفلسطينيين هنا البحث عن مقومات الحياة مثل المياه وغيرها هي من مقومات الصمود، لكن يضطرون أيضا للذهاب إلى أماكن أخرى أكثر بعدا من خان يونس إلى منطقة المواصي ومناطق أخرى في الشرق رغم الخطورة للبحث عن المياه وهي مصدر الحياة الأساسي والرئيسي لا يوجد هنا في خان يونس. نحاول نرجع للحياة قدر المستطاع، إيش على إيش إن شاء الله بترجع. بدينا كله طبعا الشغل هذا، طبعا كله بده اليات، مش متوفر الاليات، كله بشغل بدينا هذا حاطين احنا هنا، يعني بين قصف هنا في بيت مقصوف، هنا بيت مقصوف، حاطين بين الركام ومحل جرافات اليهود ما هم مجرفين، والدبابات كانت هنا موجوده، واحنا يعني كل هيتنا انت شايف يعني هنا على ارض الواقع يعني. وما زال الفلسطينيون ينزحون الى هذه المدينه رغم دمارها وخرابها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي،
وما زالت حتى سيارات الإسعاف رغم وعورة الطريق إلا أنها تحاول أن تجذب العديد من المصابين والجرحى من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحيطة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. أكد مندوب الجزائر المساعد بمجلس الأمن أمس أن ما يحدث في ليبيا من حالة اللا أمن واللا استقرار هي مسؤولية مشتركة للمجموعة الدولية. إن الجارة الشقيقة ليبيا تعرف منذ أزيد من 13 سنة عدم استقرار أنهك الشعب الليبي وأضعف مؤسسات الدولة الليبية مركزية كانت أو محلية. إن ما يحدث بليبيا مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء المجموعة الدولية، لا سيما أولئك الذين باركوا أو شاركوا ولا يزالون في صراع المصالح والنفوذ داخل الأراضي الليبية. إن حالة اللا استقرار التي تعرفها ليبيا جعلت منها مرتعا للجريمة المنظمة. إلى الحدث الرياضي، دورة الجزائر الدولية لسباق الدرجات في مرحلتها الثالثة بين مستغانم وتنس بولاية شلف، ففضلا عن التنافس والحماس أضفى الشريط الساحلي بين الولايتين جوا من الفرجة والاستمتاع والحركية السياحية، يقول عمر جمعي. من جزائري إلى آخر، المهم القميص الأصفر إلى حد الآن على كتفي دراج جزائري. اسمه هذه المرة سحيري أيوب من نادي دالي إبراهيم، والذي دخل ثانيا في هذه المرحلة مسبوقا بالدراج الألماني أمان. الحمد لله قدرت نهرف لي شابي مع برومي جروب ونسيطر على السباق حتى لافا، والحمد لله فزت بالقميص الأصفر اليوم وثاني في مرتبة هذه. على شريط ساحلي يمتد ل 156 كيلومتر كانت مرحلة مستغانم تنس الأجمل والأروع بسحر شواطئها الخلابة والتي أبهرت أعين ضيوف الجزائر من الدراجين. القافلة ودعت مستغانم بذكريات لن تنسى، والوجهة كانت تنس على طول الشاطئ الساحلي. قوة الرياح ونوعية المسلك بثلاث عقبات كانت كلها ضد الدراج الجزائري حمزة ياسين صاحب اختصاص السرعة. بعد 30 كيلومتر مجموعة مكونة من 9 دراجين أخذت الأسبقية، يقودها ثلاثي إريتيري بالإضافة إلى الدراج سحيري وسعيدي. ثنائي قاوم طيلة المسار والذي كان صعبا بمرتفعات ومنخفضات. لتأخذ مجموعة المقدمة فارقا شاسعا وصل إلى ما يقارب 5 دقائق عن صاحب القميص الأصفر حمزة ياسين. القافلة وجدت ترحابا كبيرا من كل المدن التي مرت بها، خاصة ببلدية سيدي الأخضر. التداول على قيادة السباق بين ثلاثي إريتيري لم يشفع لهم بالفوز بهذه المرحلة، خاصة وأن الثنائي الجزائري كان يراقب عن كتب ويتحين الفرصة للهجوم، وهو ما كان في الكيلومتر الأخير. مجموعة مكونة من 4 دراجين أخذت الأسبقية، ليدخل أولا أمان ميو من فريق ألمانيا متبوعا بسحيري أيوب من نادي دال إبراهيم، وثالثا الأمريكي ويليام جودفيلو، ليضيف سحيري أيوب بعد القميص الأصفر القميص الأحمر وكذا القميص البرتقالي، بينما يبقى القميص المنقط عند الإريتيري إكليلي، فيما حافظ حمزة ياسين على القميص الأخضر. شكرا لكم مشاهدينا على كامل المتابعة، في أمان الله.